المغرب عامر بالمواهب الكرويه، هذه حقيقه حتى واحد ما كيجادل عليها. يمكن لك تزيد تاكد منها عن طريق متابعه برنامج سكانير المواهب. هنا كيدوز سكانير على المواهب الصغار، وكتقدر تحس بموهبتهم ماشي غير في تقنياتهم، لكن ايضا في الطاقه اللي كيطلقوا مع كل كلمه كتهضر على الحلم ديالهم. المواهب اللي غتشارك معنا في سكانير المواهب غيكون بامكان ثلاثه منها الفوز بجوائز غتقدمها لهم شركه اولمبس المغربيه، اللي هي مختصه في المعدات الرياضيه، واللي برنامج سكانير المواهب مقدم بشراكه معها. تحديد الفائزين الثلاثه غيتم عن طريقكم نتوما متابعينا من خلال التصويت على افضل المواهب اللي كتبان لكم. اول موهبه غدوز معنا كتبقى موهبه خاصه، كتشغل مركز طالما عانينا منه في السنوات الماضيه، وكتلعب في فريق شحال تالق في البطوله ودابا كيعاني في الصمت. السلام عليكم، معكم ايمن الحدادي، مواليد 2003، لاعب جمعية السلوية، حارس مرمى. احكي لينا على كيفاش تدخلتي لاول فريق وشكون شجعك؟ الالتحاق ديالي بمدرسة الجمعية السلوية في سن صغيرة 6 سنوات، اللي شجعني على انني ندخل مدرسة الجمعية السلوية الوالد ديالي بحكم انه حارس سابق. شحال وانت مع لايسيس واش فايت لعبتي مع فريق اخر؟ هذه 10 سنوات وانا كنلعب في مدرسة الجمعية السلوية، ما عمرني لعبت في شي نادي اخر من غير الجمعية. 10 سنين كتعني باللي بديتي الكرة بكري، شنو هي الصعوبات اللي واجهتي فيها؟ اي دومين كيكونوا فيه الصعوبات، ومن الصعوبات اللي لقيت انا هي الموازات بين الدراسه والرياضة. عرفنا على اللاعبين اللي كتشوف فيهم القدوه ديالك. القدوه ديالي وطنيا الحارس الوداد السابق نادي المياغري، واوروبيا مانويل نوير. فكرتينا بالمياغري، توحشناه. تحيه من هذا المنبر لنادي المياغري. زيد نكملوها ايمن، فين كتمنى تلعب في المستقبل ان شاء الله؟ كنحلم وكنطمح نلعب شي نادي كبير في الدوري الاسباني، ونحمل القميص المنتخب الوطني ان شاء الله. الدوري الاسباني، علاش لا ايمن، نشوفك حتى انت مع منير وبونو. رساله في الاخير للمسؤولين والناس اللي كتشوفك في هذا الفيديو. الرساله اللي نبغي نقول هي كاينه طاقات صاعده، خاص غير تيقوا فيها ويدعموها، وفي المستقبل ما يكون غير خير. يلا وريناش عندك. عقلوا مزيان على هذا الاسم، ايمن الحدادي. في السنوات القادمه نقدروا هذه السميه نسمعوها بزاف ونفتخروا بها. ممكن ايضا تخليوها تحقق احد اولى انتصاراتها من خلال التصويت عليها عن طريق وضع تعليق في الفيديو مكتوب فيه فوت. هكذا غيدخل ايمن للمنافسه على الجوائز اللي غيفوزوا بها 3 من المشاركين 10 سكانير المواهب، واللي غيقدمها ليه راعي هذا البرنامج اولمبس. حاجه اخرى، انتم ايضا متابعينا غيكون بامكان واحد منكم يفوز بجائزه مقدمه من طرف اولمبس. اي واحد قام بالتصويت على المشاركين غيشارك هو الاخر اوتوماتيكيا في القرعه اللي غنجريوها لتحديد الفائز.